قال حلفاء حزب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل المحافظ في ولاية بافاريا إنه يجب إجراء اختبارات طبية لتحديد سن القصر الساعين للجوء لألمانيا في إجراء قالت الجمعية الطبية الألمانية إنه قد يمثل خرقا للأخلاقيات. كأنهم يتنازعون جلد الدب قبل الصيد. في البدء شكل ائتلافا حكم البلاد خلال السنوات الأربع الماضية، ثم اندلعت خلافات بين الحزبين قبل مشاورات لتشكيل حكومة ائتلافية تخرج الدولة من أزمتها السياسية الحالية. الحديث هنا يدور عن المحافظين الذي تنتمي لهم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والحزب الديمقراطي الاشتراكي، الذي يمكن وصفهم بالسياسيين التقليديين على اختلاف ألوانهم السياسية والأيديولوجية، فقد تباينت مواقف هؤلاء وتشتتت طويلا قبل أن يتمكنوا من تشكيل ائتلاف حكم ألمانيا خلال السنوات الأربع الماضية. آخر حلقات الأزمة السياسية التي تمر بها ألمانيا في الوقت الراهن والتي تتجلى في عدم تمكن المستشارة أنجيلا ميركل من تشكيل حكومة بعد مرور 3 أشهر من الانتخابات التي جرت في سبتمبر الماضي، تمثلت تلك الحلقة في انتقادات لاذعة قذف بها المحافظون والديمقراطيون الاشتراكيون في وجه الآخر، دارت كلها حول الهجرة ورفض مقترحات بعض المحافظين بخفض الضرائب عن ذوي الدخول الكبيرة. الحزب الديمقراطي الاشتراكي الألماني اتهم المحافظين بعدم الرغبة في التوصل إلى حكم ائتلافي، مستشهدا بتصريحات الحزب الأخيرة والتي وصفها بالسلبية وذات الأثر المعاكس لأي تشكيل حكومي. اتهامات الديمقراطيين للمحافظين في ألمانيا جاءت قبل ساعات قليلة من اجتماع مقرر الأربعاء بين زعيمي الحزبين، تسبق إجراء محادثات تمهيدية تستمر من 7 حتى 12 من الشهر الجاري. تشكيل حكومة أقلية ما يزال خيارا قائما، حتى وإن لم تكن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تريد الاعتراف بذلك بحسب تصريحات نائب زعيم الحزب الديمقراطي الاشتراكي تورستن شيفر جامبل، التي واجهت مخاطر جمة ناتجة عن إجراء محادثات جديدة.